بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الحادي عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذه الآيات الكريمات في سياق قصة الذين يدعون الإيمان ويزعمون الإيمان بما أنزل على الرسول وما أنزل على الرسل من قبله. كان الواجب عليهم ما داموا يؤمنون بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله، الواجب عليهم أن يحكموا ما أنزل على الرسول، تحاكموا إليه. هذا مقتضى الإيمان الذي يزعمونه ويدعون. هذا دليل على أنهم كاذبون في إيمانهم، وهذه صفة المنافقين، النفاق الأكبر مخرج من الملة. هذا تناقض، أنهم يزعمون، انظر إلى قوله تعالى يزعمون، والزعم هو الكذب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم لا يعملون بهذا الإيمان
لا يعملون بهذا الإيمان حينما عرضت لهم مشكلة وخصومة بين يهودي وبين واحد من هؤلاء المنافقين. يهودي كافر معروف ولا يؤمن بما أنزل على الرسول، والمنافق يزعم أنه يؤمن بما أنزل على الرسول. فماذا قال المنافق وماذا قال اليهودي؟ قال المنافق تحاكم إلى كعب بن الأشرف رأس اليهود طاغوت، وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، إنه يعلم أن ما أنزل على محمد هو الحق، نتحاكم إلى محمد. انظروا إلى هذا الكذب وهذا التناقض من هذا الذي يدعي الإيمان. يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به، أمر الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت وجعل ذلك شرطا لصحة الإيمان. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح مع عدم الكفر بالطاغوت. وهذا يزعم أنه يؤمن بالله ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، إذن هو لم يكفر بالطاغوت، فإيمانه باطل غير صحيح. قد أمروا أي يكفروا به، ولكن السبب في ذلك أن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المنافقين عن الحق، يفرجهم عن الحق إلى متاهات الكفر. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ليس قريبا، ضلالا بعيدا عن الحق، لأنهم لما أعرضوا عن طاعة الله ورسوله سلط الله عليهم الشيطان. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالذي يعرض عن كتاب الله يقيض له شيطان يبعده عن الحق ضلالا بعيدا عقوبة له. وإذا قيل لهم، إذا قيل للمنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالله وتؤمنون بالرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية، هكذا يكون تحاكم المؤمنين الصادقين، أنهم يتحاكمون إلى الله وإلى الرسول فيما اختلفوا فيه. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل.
إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله رأيت المنافقين، وهذا في كل زمان، ما هو انتهى مع هذا المنافق. رأيت المنافقين، هذا عموم المنافقين إلى أن تقوم الساعة. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سنته وما جاء به صدودا تأكيد، يصدون صدون بوجوههم مستكبرين معرضين عمن يدعوهم ويقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. الواجب أن يقبلوا عليه، على داعي الله ورسوله أن يقبلوا عليه، استجيبوا له، لكنهم بالعكس يصدون صدودا استكبارا وإعراضا. هذه صفة المنافقين في كل زمان وفي كل مكان ولا تزال. فالذين ينادون الآن بتحكيم القوانين الوضعية والنظم الغربية هم من هذا الصنف، مع أنهم يزعمون أنهم من المسلمين وأنهم مؤمنون. الله أكذبهم وفضحهم، وعلامة ذلك فيهم أنهم يعرضون ويصدون عمن دعاهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ونبذ القوانين الوضعية والأنظمة الغربية. أما المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله كما قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا الداعي وأطعنا له، ولا يصدون بل يقبلون على ذلك. هذا المؤمن، هذه علامة الإيمان. قال الله جل وعلا في هؤلاء المنافقين أنهم معرضون لعقوبة الله، لعقوبة الله العاجلة والآجلة، تصيبهم مصيبة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، نزلت بهم مصيبة في أنفسهم في أموالهم وأولادهم، عقوبة لهم عن مخادعتهم لله ولرسوله وللمؤمنين، إذا نزلت بهم عقوبة وعرفوا أنها نزلت بهم بسبب إعراضهم وصدودهم لا يستغفرون الله، وإلا لو استغفروا الله وتابوا لتاب الله عليهم، هذا هو الواجب. ولكنهم يأتون إلى الرسول ويكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوك يحلفون بالله، ما يكفي أنهم يعتذرون بل يحلفون، جاءوك كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من التحاكم إلى غير الله ورسوله، جاءوك يحلفون عندك أننا ما ذهبنا نتحاكم إلى غيرك، ما ذهبنا نتحاكم إلى غيرك من أجل أننا لسنا نؤمن بك، وإنما اجتهدنا
اجتهدنا هنا بالله إن أردنا إلا إحسانا إلى الناس. سبحان الله، الإحسان إلى الناس بصرفهم عن الكتاب والسنة، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين الخصوم، تسوية للنزاع، وهل هذا مقبول عند العقلاء فرضا عن المؤمنين، فضلا عن المؤمنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني تدعو إلى التحاكم إلى الطاغوت وتقول أنا ما أردت إلا الإحسان، الإحسان بتحكيم الطاغوت. شوف التناقض الظاهر، هذه فضيحة لهم. وتوفيقا بين الخصوم، هل يحصل الإحسان والتوفيق بغير تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذه فضيحة لهم. اعتبروا أنهم يرون أن الإحسان والتوفيق في تحكيم غير الرسول وغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عذر أقبح من فعل، نسأل الله العافية. ولكن الله أراد أن يفضحهم، وليس هذا خاصا بهم، هذا عام لكل من جاء في أي وقت يدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية والنظم الكهرية، عام هذا. ولو اعتذر فهو كاذب. نردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآن يقولون نحن ما نعترف بأن الإسلام هو الحق وأنه هو، ولكن العالم الآن لهم أنظمة ولهم، ولا نريد أن نشد عن العالم، ولا نريد أنهم ينتقدوننا أو أنهم يقطعون عنا الاتصال ويقطعون عنا المساعدات، فنحن نجاملهم. تجاملونهم على حساب دينكم؟ لا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا في كل زمان وفي كل مكان. أنتم مؤمنون وعندكم قرآن وعندكم سنة تكفي البشرية كلها، تكفي البشرية كلها، حق وعدل نور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنزله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ألا يجوز الإعراض والصدود عنه بأي عذر من الأعذار؟ لا يقبل هذا. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هم يعتذرون إليك بألسنتهم مع أن عذرهم فاضح، ويظنون أنه يقنعك ويقنع السامع، لكن الذي حملهم على هذا ما في قلوبهم من الشك والريب والكفر والعياذ بالله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما حملهم على هذا إلا ما في قلوبهم من الكفر والتكذيب والشكوك والعياذ بالله. فأعرض عنهم، أعرض عنهم ولا تلتفت إليهم ولا تقبل حلفهم وإيمانهم ولا تقبل اعتذارهم، أعرض عنهم، أعرض عنهم، لا خير فيهم ولا فائدة، يصدون، هم صادين متعمدين لهذا، أعرض عنهم كما أعرضوا عنك، أعرض عنه ولا تحاول فيهم،
ولكن مع الإعراض عنهم عظهم، عظهم، خوفهم بالله عز وجل. فلو حتى مع الإعراض عنهم لا يتركون بل يوعظون ويذكرون ويخوفون بالله عز وجل حتى لا يغتر بهم غيره. لو أعرضنا عنه وتركناهم اقتدى بهم غيرهم، لا بد من بيان لهم، يبين لهم أنهم عرضوا أنفسهم لسخط الله وغضب الله، وأن هذا أمر كفري ولا يجوز، حتى لا يغتر بهم غيرهم. أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم، أسر لهم سر بينك وبينهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا بليغا مؤثرا من الوعيد، تخويف بالله عز وجل، بيان وبيان انحرافهم وصدودهم وإعراضهم. ما يكفي أنك تعرض عنهم وتتركهم، لا بد من البيان معهم. وفي خصوص الإصرار إليهم فهذا فيه أن النصيحة تكون سرا، نصيحة إذا أردت أن تنصح أحدا أو جماعة تكون النصيحة سرا بينك وبينهم. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا يبلغ إلى القلوب حتى تقيم الحجة عليهم وتقطع المعذرة. لا يظنون أنك لما أعرضت عنهم أنك موافق لهم أو أنهم لا يستحقون عقوبة، لا، بين لهم هذا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما أرسلنا من رسول من أول الرسل إلى آخرهم إلا ليطاع. ومن طاعته أن يتحاكم إليه وإلى شرعه، هذا من الطاعة، طاع في أمره يفعل ويطاع في نهيه فيجتنب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، فإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما غير الرسول فإنه يطاع في غير معصية الله، الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، يطاع على كل حال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلا ليطاع بإذن الله أي بقدره وقضائه، لأن الإنسان لا يفعل شيئا إلا بقضاء الله وقدره، من ذلك طاعة الرسول. فمن قدر الله له أنه يطيع الرسول، قدر الله له أنه يهتدي فإنه يهتدي.
الإنسان ما يعتمد على نفسه وإنما يسأل الله، يسأل الله أن يهديه وأن يوفقه لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزكي نفسه ولا يأمن من أن يخالف الرسول لهواه أو شهوته إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. فالطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره لحكمة وعدل منه سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه وتعالى أعاد الكلام عن هؤلاء فقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، لو أن هؤلاء المنافقين ظلموا أنفسهم وطلبوا تحكيم غيرك وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لو أنهم تابوا إلى الله واستغفروا لتاب الله عليهم، لأن التوبة تجب ما قبلها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. توبة الصادقة يمحو الله بها الخطيئة وإن كانت كفرا وشركا غير ذلك. لا تبقي التوبة الصادقة، لا تبقي الذنب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم بطلب تحاكم إلى غيرك، ظلموا أنفسهم، هذا ظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أقسام: ظلم الشرك، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، قال جل وعلا حكاية عن لقمان قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا الشرك ظلم عظيم؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، هذا أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم، الشرك هو أعظم الظلم، وهو أعظم ذنب عصي الله به. والنوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العباد، تعدي عليهم، تعدي على الناس بأخذ حقوقهم أو ضربهم أو قتلهم أو غير أو بأذاهم أو غير ذلك، تعدي على الناس هذا ظلم للناس، وهذا لا يغفره الله بمجرد التوبة، بل لا بد أن يسمح المظلوم، لا بد أن تعطي المظلوم حقه أو هو يسمح به، هذا من شروط التوبة. لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم بذلك أو أعطيته حقه، هذا مع التوبة. والقسم الثالث ظلم العبد لنفسه، ذلك بالمعاصي والسيئات، لأن الواجب على الإنسان أن يكرم نفسه بالطاعة وأن يرفعها إلى العبادة وإلى ولا يدنسها بالمعاصي ويسفلها بالذنوب. فإذا ترك نفسه وما تشتهي وأعطى لها الزمام فقد ظلمها، لأن الواجب عليها أن يرفعها، وأن قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. فأنت راع على نفسك ومسؤول عن نفسك أن تحفظها مما يضرها وأن ترفعها إلى ما ينفعها من الطاعات والعبادات
مكارم الأخلاق غير ذلك. وظلم العبد لنفسه هذا الله جل وعلا قد يغفره لصاحبه ولا يبالي به سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا لا يتساهل الإنسان بل يرفع نفسه ويتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فإنه لا يذهب إلى قبره للاستغفار من الذنوب، لأن الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستغفر لمن جاءه تائبا، أن يستغفر لمن جاءه تائبا، والاستغفار من الرسول بعد موته مستحيل، ما يمكن أنه يستغفر. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه قال إذ ظلموا، إذ وإذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظلموا أنفسهم بطلب التحاكم إلى غيره، فهذا لما مضى. ولم يقل لو أنهم إذا ظلموا، إذا لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يكون كل من عصى الله وأسرف يأتي إلى الرسول بعد موته ويطلب منه الاستغفار، هذا ما يؤخذ من الآية، هذا يؤخذ من الآية أن هذا في الماضي فقط في وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الصحابة وهم أعلم بمعاني القرآن ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار أن يستغفر لهم، ما أحد من الصحابة فعل هذا، فلا يجوز الذهاب إلى قبر الرسول لأجل التوبة عند القبر أو الاستغفار عند القبر. إذ ظلموا أنفسهم جاءوا استغفروا الله، هم استغفروا الله مما حصل منهم، واستغفر لهم الرسول مع استغفارهم لأنفسهم، الرسول يستغفر لهم والرسول مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، لكن هم ما فعلوا هذا، يصدون عنك صدودا، كيف يأتون إلى الرسول ويطلبون منه الاستغفار؟ يصدون عنك صدودا، لوجدوا الله توابا رحيما، لو أنهم فعلوا هذا استغفروا الله مما حصل منهم واستغفر لهم الرسول وشفع لهم عند الله، لوجدوا الله جل وعلا توابا كثير التوبة رحيما بعباده. هذا دليل على أن التوبة تجب ما قبلها مهما كان الذنب، وأنها إذا استوفت شروطها فإن الله يقبلها. ثم قال جل وعلا محذرا العباد إلى أن تقوم الساعة، فلا وربك، هذا نفي، فلا هذه كلمة نفي، ثم أتبعها بقول وربك، قسم من الله عز وجل وهو أصدق القائلين، ومع هذا أقسم سبحانه وتعالى بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون، هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الله جل وعلا قال ليست الأمور بالدعاوى، فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، فيما شجر بينهم، فيما تنازعوا فيه. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فيما شجر بينهم. فلا يحل الخلاف وينهي الخصومات بالعدل إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الشافي وهو الكافي، أنه عدل لا يحيف ولا يدخله الهوى والرغبات ولا يميل مع أحد، عدل حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولاحظ فيما، ما اسم موصول من الصيغ العموم، فيما شجر بينهم في كل خلاف، حكمون الرسول في كل خلاف حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. حيا هو يتولى الحكم، يفصل بين الخصوم، بعد مماته كتاب الله وسنة الرسول. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا عام إلى يوم القيامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كل خلاف لا يفصل النزاع إلا ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وما حكم الله به في كتابه، هذا هو الذي يفصل النزاع بين الناس. نعم، لا مانع من الصلح بين الخصوم والمتنازعين بالعدل، الصلح بالعدل، أما إذا لم يقبل الصلح فلا بد من البت، بيان المحق وبيان المبطل في خصومته، لا بد من البت، وهو إصدار الحكم الشرعي الكتاب والسنة. لا يحكموك فيما شجر بينهم في كل خلاف، سواء في العقيدة، هذا أهم، يختلفون بالعقيدة، ما الذي ينهي اختلافهم؟ كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في أي خلاف، أو في الخصومات الدنيوية والمنازعات في الأموال والحقوق، أو في أي خلاف مذهبي، خلاف مذهبي أو خلاف مالي أو خلاف عقدي، أي خلاف فيما شجر، ما عام فيما شجر بينه. قال الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، أي خلاف كبير أو صغير، فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هب ليقرأ ويرتلوا ورقية للمرضى أو لطلب الأجر بتلاوة فقط، لا، نعم، ليتلى ويرتل ويتعلم ويحفظ، لكن ما يكفي هذا، بل لابد من التحاكم إليه لما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، التحاكم إليه فيما شجر بينهم، ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فالمؤمن إذا صدر عليه الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله لا يجد في نفسه حرج وكراهية لهذا الحكم، لأنه حكم الله ورسوله، هذه علامة الإيمان،
أما الذي يقبل حكم الشرع على مضض في نفسه شيء من كراهته، الله جل وعلا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، والعياذ بالله. يرضى الإنسان بحكم الشرع، ما بعده حكم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يكفي هذا أيضا، ويسلموا تسليما، ينقادون له. ألا يروح يخبط يجيب محامين ويلفق حجج واعتراضات وهو يعلم أنه كاذب؟ أما إذا كان ما يعلم أنه كاذب، لكن إذا كان يعلم أنه كاذب لكن يريد أن يكسب القضية أو يدفع رشاوة أو غير ذلك، هذا ما سلم لحكم الله. واجب يسلم لحكم الله وينفذ حكم الله عز وجل راضيا به. هذا المؤمن حقا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه الثانية. الثالثة ويسلم تسليما، ما يؤمن الإنسان إلا بهذه الأمور الثلاثة، ما يؤمن يتحقق إيمانه إلا بهذه الأمور الثلاثة. ونقف على هذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نستكمل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل يجوز الوضوء بماء زمزم الذي كتب على اللوحة للشرب فقط في الحرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأصل أنه يجوز الطهارة بكل ماء طهور، بكل ماء طهور، ولكن إذا كان هذا الماء وضع لشيء خاص لا يجوز صرفه عن ما وضع على هذا، وضع للشرب لا يجوز لك تتوضا به. والمواضي ولله الحمد كثيرة، يمين ويسار عن الحرم، تذهب وتتوضا منها. أما أن تزاحم الشاربين وتستعمل الوقف لغير ما وضع على، هذا ما يجوز. نعم. ما حكم إقامة المآتم والذهاب للعزاء؟ المآتم لا تجوز لأنها من النعي المحرم ومن فعل الجاهلية. الجاهلية هم الذين يقيمون المآتم على الميت ويظهرون الحزن والتحزن عليه وتعداد خصاله وكذا وكذا، هذا لا يجوز. لكن الواجب نحو الميت المسلم الدعاء له والاستغفار له. وأما المآتم فهذه لا تنفع الحي ولا تنفع الميت بل تضر. جاء في الحديث، إن الحديث الصحيح، إن الميت يعذب بما نيح عليه، يعذب بما نيح عليه، فهذا لا يجوز إقامة المآتم. وما يحصل فيها من الجزع والتسخط لموت الميت وغير ذلك. نعم. وأما ذهب للعزاء، ذهب للعزاء هذا إذا كان شرعيا، ما في منكرات ولا في تذهب تعزي المصاب، لا بأس بذلك، أو تكلمه بالجوال أو بالتلفون أو كتابة رسالة أو غير ذلك. نعم. يقول سماحة الشيخ: كانت لي همة عالية في طلب العلم،
ولكن حصل لي فتور عظيم، فبماذا تنصحونني؟ وهل إذا اعتذر الطالب مسائل الجرح والتعديل وعكف على طلب العلم عليه شيء؟ يا أخواني، الجرح والتعديل لأهل الاختصاص، لأهل العلم وأهل الحديث المختصين والحفاظ. لا تشتغلوا بالجرح والتعديل، اطلبوا العلم. أنتم الآن مبتدئون، ما وصلتم إلى مرحلة الجرح والتعديل، هذه مرتبة الأئمة الكبار. اشتغلوا بطلب العلم، اطلبوا العلم على العلماء وتفرغوا لذلك وواصلوا الطلب. لا تشتغلوا بشيء ليس من اختصاصكم. نعم. أقول سماحة الشيخ، ما واجبنا تجاه ما يتعرض له المسلمون في بورما من حرب إبادة جماعية بسبب التزامهم وتمسكهم بدينهم، وكيف ننصر هذه القضية؟ المسلمون محاربون في كل مكان، على أطرافكم الآن الكفار يقتلون المسلمين بعضهم ببعض، يسلطون بعضهم على بعض، يسلطون بعض المسلمين على بعض ويحرشون بينهم. فالكفار متسلطون على المسلمين إما بالمباشرة وإما بتحرير بعض المسلمين على بعض وإيقاد الفتنة بينهم، نسأل الله العافية. والواجب بيان الحق للناس، بيان الحق والدعوة إلى الله، تخويف من أذية المسلم والتعدي عليه، ومع هذا الدعاء لهم، الدعاء للمسلمين أن يفرج الله عنهم وأن ينصرهم على عدوهم. نعم. يقول: طلقت زوجتي طلقة واحدة وأنا في حالة غضب، هل يقع الطلاق؟ هذا تراجع المحكمة الشرعية أو المفتي المعتبر عندكم. نعم. يقول: ما حكم الذين يضعون نغمة الموسيقى؟ لا تصور يا أخ، لا تصور، لا تصور. نعم. يقول: ما حكم الذين يضعون نغمة الموسيقى في الجوال ويأتون إلى الحرم والمساجد؟ هل من نصيحة؟ لا يجوز الموسيقى، ما تجوز لا في المساجد ولا غيرها، موسيقى من اللهو محرم، لا يجوز وضعها بالجوال. يوضع بالجوال منبه، لا ليس فيه موسيقى. نعم. تقول: هل يجوز إدخال الزكاة عن الميت من أمواله؟ نعم، إذا كان منه مات ولا أخرج زكاة ماله، هذه دين في ذمته لله عز وجل، لابد من إخراجها أولا قبل الوصية وقبل الميراث. أولا يبدأ بالدين لله أو للخلق ويؤدى عنه من رأس التركة، ثم بعد ذلك إن كان له وصية تخرج، وصية شرعية حدود الثلث أقل، تخرج تفرز، ثم بعد ذلك ما بقي يقسم بين الورثة. نعم. يقول: هل قول تزاحموا تراحموا عند الوقوف للصلاة صحيح؟ ما أعرف لهذا أصلا، لكن تقاربوا، الحديث تقاربوا، تراصوا، ما أشبه ذلك. ما. نعم. ما هو الأفضل عند غروب الشمس، الدعاء أو قراءة القرآن؟ كله طيب، قراءة القرآن هي أفضل الذكر، قراءة القرآن أفضل الذكر، فإذا كنت تقرأ القرآن استمر بقراءة القرآن وهو أعظم الذكر، وإذا تفرغت للدعاء حسن. طيب. نعم. يقول: هل السنة الرواتب هي النوافل؟ الرواتب من النوافل، النوافل أعم، النوافل أنواع، منها السنن الرواتب التي مع الفرائض، لأن السنن على قسمين: سنن مؤكدة مثل الرواتب مع الفرائض، مثل الوتر، مثل تحية المسجد، هذه سنن مؤكدة، وبعد ذلك السنن
بقية السنة. نعم من الصلوات. نعم. ما حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور؟ لا تجوز الصلاة، لا يجوز لبس ما فيه صورة حتى في غير الصلاة، في الصلاة أشد، لا يجوز لبس ما فيه صور، تحمل الصور في ثيابك وقد تكون صور كفار أيضا، لا يجوز. نعم. يقول هل يشمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين في غير إحرام الحج والعمرة؟ لا، هذا وارد في الحج والعمرة، أما في غير الحج والعمرة فالحق مباح، ليس فيه ثواب ولا عقاب، مباح. وأما في الحج والعمرة فلا بد من الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. نعم. تقول أمي فقيرة ولا تستطيع أن تؤدي العمرة، هل أعتمر عنها؟ إذا كانت لم تؤدي عمرة الإسلام ولا تستطيع ببدنها ولا مالها فتوكلك، لكونها كبيرة السن أو مريضة مرضا مزمنا إنها توكلك وتعتمر عنها عمرة الإسلام. نعم. تقول نحن مجموعة من الموظفين نعمل في شركة تابعة للدولة، وهذه الشركة تصرف لنا مبالغ من المال شهريا بدل العمل الإضافي بعد الدوام، مع العلم لا نبقى بعد الدوام، فما حكم هذا المال الذي نأخذه؟ هذا حسب النظام، حسب نظام الشركة. إذا كان نظام الشركة قد سمح بهذا فلا بأس، أما إذا كان نظام الشركة ما يسمح بهذا ولكن فيه احتيال، فيه احتيال على النظام، هذا لا يجوز، المسلمون على شروطه. نعم. هل يوجد جرح وتعديل في هذا الزمان؟ يا أخوان يشل يشغلكم بالجرح والتعديل، اشتغلوا طلب العلم الآن، اشتغلوا بطلب العلم، مبادئ ما عندكم الآن ولا مبادئ، اشتغلوا بطلب العلم شيئا فشيئا. نعم. يقول عندما أصلي الفجر أجلس في مكاني إلى الإشراق، لكن أحيانا أتحرك لأتكئ أو لأأخذ المصحف، فهل يحصل لي أجر العمرة؟ ما دمت في المسجد وأنت بنية العمل بالحديث أنت على أجر وعلى ما نويت، ولو انتقلت من مكان إلى مكان في المسجد أو قمت وأخذت حاجة لا بأس بذلك. نعم. يقول إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة وطفل فكيف يكون الدعاء عليهم أو لهم؟ كيف يكون الدعاء لهم؟ يدعى للكبار بالمغفرة والرحمة، ويدعى لوالدي الصغار أن يشفعهم الله، أن يشفع الصغار بوالديه، وأن يجعله فرطا وذخرا، ويجعله فرطا لهما وأجرا وشفيعا مجابا كما جاء في الحديث. يدعى للكبار أولا ثم يدعى للصغار والأفراد. نعم. يقول هل يشترط للجماعة في مسجد، وهل إذا صلى الرجل لزوجته في البيت تعتبر جماعة؟ الرجل والمرأة لا يعتبر جماعة، لكن يجوز للمرأة أن تتابع الرجل تصلي خلفه، لكن لا يعتبر الجماعة، أقلها رجلان فأكثر، أقلها رجلان فأكثر، والجماعة تكون في المسجد لا تكون في البيت إلا لعذر. إذا كان عندك مسجد تقام فيه الجماعة يجب عليك أن تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد، إلا إذا كان لك عذر من مرض أو خوف تصلي في البيت. نعم. يقول أنا شاب أصوم الاثنين والخميس وآتي إلى الحرم ولكني ابتليت بشرب الدخان، هل أنا منافق؟ هذه معصية، أنت لست منافقا لكنك عاصي، ما كل عاصي يكون منافقا، عليك التوبة إلى الله وترك تناول الدخان لأنه لا خير فيه، مضر، مضر بالصحة، منتن بالريح، كريه المذاق، لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، إنما هو ضرر محض، توب إلى الله واتركه واستعن بالله. نعم.
يقول إذا كنت مسافرا وأخرت المغرب مع العشاء جمع تأخير ووصلت مكة وهم يصلون العشاء ماذا أفعل؟ إن أردت أن تدخل معهم تدخل معهم وتكون نافلة الفريضة أديتها، وإذا دخلت معهم حضرت الإقامة، إذا حضرت الإقامة تدخل معهم بنية أنها نافلة. نعم. يقول عندي إخوة يسبون الله تعالى وأنا أعاملهم معاملة الكفار، لا أسلم عليهم ولكن دائما أنصحهم بالتوبة والدخول إلى الإسلام، هل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك هذا واجب، فعلك واجب دعوتهم إلى الله ونصيحتهم لعلهم يتوبون إلى الله، وأنت تبرئ ذمتك من مسؤوليتهم، إذا دعوتهم تبرئ ذمتك ونصحتهم. نعم. يقول هل تنصحون الشباب المستقيم على السنة بالمشاركة في الانتخابات مع إنكارهم للديمقراطية وما بها من ضلال لكن من بعد أخف الضررين؟ هذا راجع إلى علمائهم، وإلى يسألون علمائهم اللي يعرفون ظروفهم ويعرفون حالتهم. نعم. يقول في بلادنا يوجد من يسرقون الغنم وأقتني 4 كلاب، هل يجوز ذلك للحراسة؟ حراسة لا بس، يجوز اقتناء الكلب لثلاث حوائج، إما للحراسة وإما للصيد وإما إما للحراسة، حراسة المزرعة أو حراسة الغنم والمواشي. نعم. تقول زوجتي حامل وهي ضعيفة وعليها يوم من رمضان الماضي ولا تستطيع الصيام بسبب الحمل، ماذا تفعل إذا جاءها رمضان؟ نعم. يقول زوجتي حامل وهي ضعيفة وعليها يوم من رمضان الماضي وهي لا تستطيع الصيام، ماذا تفعل إذا أدركها رمضان؟ تؤجل الصيام إلى ما بعد رمضان، وإذا قدرت على القضاء تقضي ولو بعد رمضان، وليس عليها إلا القضاء أدامت عاجزة. نعم. ما حكم إنشاد الضالة في المسجد خاصة حرام صغيرا؟ ما يجوز إنشاد الضالة في المسجد، إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، إن المساجد لم تبنى لذلك، ينادي عليها خارج المسجد. نعم. يقول من دخل الحرم هل يجب عليه الطواف أم يكفي صلاة ركعتين؟ الوجوب ما يجب، لكن إن كان قادما من سفر الأفضل أنه يطوف، يبدأ بالطواف أنه تحية الكعبة، وإن كان مقيما في مكة أو من أهل مكة إذا دخل الحرم يصلي ركعتين ويجلس وإن طاف حسن. نعم. يقول إذا كان في بلدنا لا يتحاكمون إلى الشريعة ولا يوجد إلا القوانين الوضعية هل نتحاكم إليها؟ هذا يرجع إلى مسألة الهجرة، إذا كنتم تقدرون على الهجرة فلا تقيموا ببلد يحكم فيها بالطاغوت، إذا كنتم لا تقدرون على الهجرة فتبقون بقدر الضرورة ولكن تتمسكون بدينكم ولا تتساهلوا فيه حتى ييسر الله لكم الهجرة. نعم. يقول أنا مقيم في مكة وعملي في جدة وأسافر يوميا وأعود آخر النهار إلى مكة، فهل لي قصر صلاة العصر ركعتين وأنا في جدة قبل توجهي إلى مكة، علما بأنني أصلي الظهر والعصر 4 ركعات في جدة؟ ليس بين جدة ومكة مسافة قصر، الآن تقارب البنيان، بنيان مكة وبنيان جدة تقارب، لم يبقى بينهما مسافة قصر، فلا تقصر. نعم. يقول كلفني رجل ولا تجمع أيضا، صل كل صلاة في وقتها. نعم. يقول كلفني رجل بإيصال وعائه من العسل إلى رجل مقيم في مكة فأسر أحدهما، فهل علي ضمان وأنا لم أفرط؟ إذا لم تفرط فليس عليك ضمان، أما إذا كنت مفرطا فعليك ضمان. نعم.
ما حكم من يؤدي الصلوات لكنه لا يأتي بالأذكار والاستغفار بعدها؟ نقص، هذا يعتبر نقص، ينقص أجره بالأذكار التي التي شرعت بعد الصلاة، هذا حرم نفسه عليه أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة، يتم له الأجر في ذلك. نعم. شخص حلف على آخر أن لا يأتيه بطعام ثم أتاه بالطعام، فهل من حلف عليه كفارة؟ نعم، حلف لا يأتيه بطعام ثم أتاه به عليه كفارة، لأنه نقض يمينه. نعم. يقول هل بالنصيحة للذين يصورون بالجوالات في الحرم وينشغلون بها ويشغلون الناس؟ تصوير لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، ولكن في الحرم أشد، لأن المعصية في الحرم تغلظ والعياذ بالله، لا يجوز للإنسان أن يصور مطلقا إلا إذا اضطر إلى التصوير، يأخذ بقدر الضرورة فقط. نعم. تقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدره الله فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع، وكل شيء يحدث في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره، لا يحدث في هذا الكون شيء لا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره. نعم. يقول متى نقول إن هذا الشخص أقمنا عليه الحجة؟ إذا نصحته بلغته بالحكم الشرعي والمخالفة التي وقع فيها، إذا فعلت ذلك أقمت عليه الحجة. نعم. هل نقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط من أشواط السعي، ونشير إلى الكعبة ونفرقد الصفا؟ نعم، كل شوط تقف على الصفا وتستقبل، وكذلك على المروة تستقبل الكعبة وتذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل، ثم تنزل إلى المشعر الثاني للسعي. نعم. وأما قراءة الآية فهي في بداية السعي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصفا يريد السعي قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم من حرم أخته من ميراث أمها؟ لا يجوز حرمان الوارث من ميراثه، من فعل ذلك فإن الله الله أكبر الله أكبر